انا المواقف الخاصة كثيرة، عندنا مشاكل إدارية، في ناس كثيرين زوجوا وزول ما عاوز يفارق مع مربته، يا بقول ناس ماشيين في بور ومربته. العائلة مهمة، المرأة والعيال يا هو مستقبل بتاع بلد بتاعنا. لكن الشيء أنا عاوز نقول ونحن كلنا نفهم إنه المشاكل العائلية بتاعنا ده ما بتحل إلا نطرد الجلابة، نطرد العدو. because كل الحاجة الممكن تعمله أنت تمشي تشحد هناك وتمشي تشحد هناك وتمشي تشحد هناك، وبعد بكرة اللي أنت شحته ده بكلس أنت ماشي تشحد تاني. علاقات سنة كلس أنت قاعد بشحد. ده ما حل. الحل واحد، الحل ده طرد بتاع العدو عشان بلد يكون بتاعنا ونعمل شغل. كلام ده مهم. كلام نكوت العائلة ده بجم بفترة على كان ما نطرد العدو. ده هو الحل الشامل. الحل بتاع النوس ده قال انا من كتين بقى جو تينا قود ايجي نعم انت بشوف لكاد متين كان ترادو جلابا كان ترادو عدو ياهو حل كامل عشان انت بقود في بيت بتاعك عسا ما في حاجة تاني بيجي بينك والعائلة والشغل. ف كلام نمر اثنين ده الشغل ذاته. نحن كوحدة انتم كوماندو انتم the 5th independent brigade اللي هو الخامسة مستقلة. نحن عاوزين نبني القوة ده عشان نكون وحدة قومها تقريبا 3000 ليه يكون واحدة بتاعكم ويكون جيش رمزية بتاع الحركة، يكون عندها مقر. نقول مثلا إذا بين فشالة وفي بور وبومة مثلا، نقول ده ياو بيت بتاع 5th brigade. نحن نقعد هنا كله ونبدا شغل، مو شغل بتاع سلاح بس. ياو يوم ده انتم قاعد شكله بتاع جعان يا جماعه، ما ممكن يحلو اذا نحن باين برا ونقول كواجه بيجيب حاجات 200. كواجه بيجيب شنو؟ بيجيب دره أننا بزرعوا ده، بيجيبها الشريف أننا بزرعوا ده، بيجيب اللوبيا أننا بزرعوا ده، وبيجي بكود نفسه هنا في فشالة وبقول أنا بتاريليف. ده ما مكانة، ده دورة. ده موجة عربية ياوغا عمولو. ده دورة ياوغا بزرعوا. وياو أربعة كواجة أسا قاعدين في فشالة. كلام ده إيف عشان كواجة يجي يقعد في فشالة ويقول أنا بتاريليف، بيجيب شوالات بتاع الشريف بيشيله بكفي عشان أكله كواحدة. ونعمل أكثر من كده ياو دو ياو. أنا شفت تراكتر هنا قبل قال بجرو 76 والله شغل بتو. عشان انا تعبان يا رباط ما في شنو ما في. تراكتر ده بجرو مالودا. ما في جرو 76. إذا عندنا قوة بتاع 5th brigade 3000 جندي
نحن قررنا نسيبه بتاع كواجه ده كده نشتغله. Say it.